ايه ده؟ ايه ده بتاع العيال اللي بتعمل الافيار؟ الولد اهو واقف في الشارع يعمل لك بتعمل ايه يا ابني؟ بعمل فيديو. الله على اخر الزمن. الله عيال بايظه، عيال بايظه بتاعت الفيديوهات دي. يقول لك انا بعمل فيديوهات عشان اخد مشاهدات. طب يا ابني ده ايه العيبوت ده؟ يا ماما عملتك ليه؟ ايه؟ عملت بشلة؟ خلاص يا ماما اقفلي اقفلي يا ماما. انا بكلمك تليفوني ايه؟ انا ايه التليفون في السطح قلت اكلمك منه؟ بتاع كولونيا وسعرية؟ لا والله ما رجعه، والله راح ابيعه ماما، والله لا ابيعه. سلامة ماما. هتبعتيلي بابا؟ انا هبيعه قبل ما تبعتيلي. ما عليك التليفون ده بتاعي. اه والله بتاع الدنيا بتاعي، التليفون بتاعي يا رنكي. التليفون اللي بابا لسه جايبه لنا. يا ريتني ما كنت نزل، يا ريت كنت غفلت بس كنا نلعب مع بعض يا دنيا. اوحش منك بابي.